تعويض مباشر، حد عوض تعويض مباشر ولا انسى الموضوع؟ تعويض مباشر يا جماعه 0 على 0. طبعا حكينا لازم انت تتاكد عليها 0 على 0. نحلل، عندك اما مربعين واما مفرقعين، ماشي. هي طيب تنزل النهايه هون يا معلم، هاي النهايه واي س واي ت واي واحد واي الكسر الظريف اللي حكينا بدناش يسحل هناك. اللي فوق شنوها؟ مربعين. اللي فوق شنوها؟ مربعين. اللي فوق شنوها؟ مربعين. نعم. هاي قوسين سين سين ناقص زائد واحد واحد. حلو. اللي تحت شنوها؟ مكعبين. قوس صغير قوس كبير. اولا مين؟ واحد. الواحد بعد الناقص سين. سين واحد ناقص سين. ها بدك تكون صاحي. الواحد اولا الواحد، ربع واحد، اعكس زائد واحد بسين سين. واحد سين او سين اخير دائما زائد ربع سين تربيع. سين تربيع. طيب هيها سين ناقص واحد مع واحد ناقص سين، هدول هيك بروح بظل السالب، وفي ريحه كوسه في الموضوع، بضل عندك ايش؟ السالب. هاي اللئيمه، السالب اللئيمه. تنزل السالب اللئيمه وتعوض سين كام؟ واحد. واحد زائد واحد اثنين على هذا ابو ليش؟ واحد. هذا ابو المكعبين صح؟ اللي هو بيطلع ايش؟ واحد زائد واحد زائد واحد. يطلع الجواب عندك سالب اثنين على سالب اثنين على ثلاثة. سالب اثنين على ثلاثة. سهل ولا صعبة؟ سهل. هذه في البيت بتتدرب عليها، ما في مشكلة. بتجيب لك ايش؟ اسمع، بتجيب لك شوية ورق فلوسكاب قديم أو شوية ورق بتكتبها عادي. هاي هاي كتبتها مرة كمان مرة. نهاية س تربيع ناقص واحد على واحد ناقص س تكعيب س تقول لواحد. بتروح تحلها كمان مرة. هاي سؤال يا استاذ. هاي صفر على صفر. حط نهاية س تقول لواحد، حط الكسر. هاد مربعين. مربعين متعود عليه. سين سين ناقص زائد واحد واحد. هاي مكعبين وهذا مكعبين. لقيم شوي الواحد بالاول، حط واحد ناقص سين ربع. ايه اعكس واحد بسين واحد سين زائد ربع سين تربيع. بعد هيك سين ناقص واحد واحد ناقص سين. اطلع عليها قبل ما تختصر، اطلع عليها قبل ما تختصر. سين ناقص واحد واحد ناقص سين عكس بعض، ضل السالب. حط السالب برا. او سين كم؟ واحد. واحد زائد واحد هي اثنين. هذا بيطلع هذا ثلاث مرات، امسكه اضربه في ثلاث. واحد في ثلاث ثلاث. ترد كمان تحلها كمان مره، تحلها كمان مره. تسوي هاي الشغله، هاي الشغله انتبه علي، بتسويها يعني بتضلك على هالموضوع لمده ثلاث اسابيع شهر. اذا كنت ضعيف بالرياضيات بتمسك الموضوع هاد مده شهر زمان. بتضلك الاسئله اللي بتاخدها تمسكها وتحلها نفس السؤال مره مرتين ثلاث اربع خمس مرات، اللي بعديه مره مرتين ثلاث اربع خمس مرات، مره مرتين ثلاث اربع خمس مرات. شو بتصير انت عندك الان؟ بصير في مخك هون روابط رياضيات. بصير في مخك هون ايش؟ روابط رياضيات. ايش روابط الرياضيات هاي؟ ممكن بتصير انك هيك مثلا سؤال زي هاد وانت مغمض، حط نهايه هيك واحد هيك، وايديك لحالها بتشتغل. ايديك لحالها ايش؟ تشتغل. بس تعب، بدها تعب بالاول، بعدين ايديك رح تاخذ على القصه. مربعين مكعبين ناقص زائد طرح جمع. بس كيف بيجي السؤال من صرت تبرمج جد. بس دخلت عنك انا بعطيك. ماشي هيك تمشي على القصة هاي. تصدق طلاب كانوا يكونوا شاطر بالرياضيات صاروا يتدربوا هيك. لا تقول لي يا استاذ احنا اولاد صغار نضلنا ننسخ. ما انت لازم ايديك تتعود على كتابة الرياضيات. تعودت ايديك هون تكتب، بترتب، بتعرف ترتب، بتعرف تجمع، بتطرح، صرت تصحى للاشارات، صرت تصحى للتربيع للتحليل. بصير عندك الان ايش؟ خلفية، اساسيات رياضية، اساسيات عندك. هسا بعد هيك الشهر الاول صعب شوي، بعدين هي امورك بتتحل. الان خلاص كل ما تشوف الرياضيات بصير لعبتك الان. لا تقعد تقول لي هسه الرياضيات صعبه ومش الرياضيات صعبه. لا مش صعبه، محلاها سهله جدا، بس عود نفسك عليها. يعني اول ما تصحى من النوم تحكي الحمد لله الذي احيانا بعد ما اتانا ولينا هيك، وتحكي الاذكار، وبعدين تحل لك مساله الرياضيات. ماشي. تيجي تتغدى مثلا، روحت البيت حطينا الغداء، طب خلينا نحل لها مساله الرياضيات. بعد الاكل ثلاث مسائل، قبل الاكل مسالتين، بعد العشاء مساله، بعد مش عارف ايش. السحور بدك تصوم يوم اثنين يوم خميس، بتسحر لك على مسالتين ثلاثه، هيك بتمشي امورك. بعد فتره ولا انت ايش؟ زي ما بيقولوا ايش؟
يكتب لك على ظهره ايش الرياضي، يكتب لك على ظهره هون او على صدره الرياضيات لعبتي زي الطلاب، يكتب لك هنا ايش توجيه لعبتي. في اخر السنه بقول لك الله يستر وينجح. خلاص عرفت شو تسوي، بدها تعب اولا اكتب وزد، اكتب ايش وزد. ماشي يا حلوين؟ ماشي.